التدخل ديالو اللي تدعي ان العمران عندها حتى هي تحفيظ، هي تدعي فقط لان كاين ثلاثي تما، كاين ثلاثي ثلاثه كاين بس، كاين ورثه وكري، كاين ما يدعي هناك، كاين تيبغيو يقسموا هذيك الجمعه البيضاء دوز سنه، لان تجبر المغالطه اللي كاينه هي تجبر هو البيت القاصدين بوضع كل وضوء، هي تسمع المسمى النهضه عباديه تتسوق جمعه بيضاء وتحولت المنزل، هذا هو كافي، لان كل شيء باغي ياكل جمعه بيضاء، كل شيء باغي ياكل سواء اي لان علاش 20 مره ياك صامتي دابا جمعه بيضاء قاصه شوف جمعه بيضاء كاين الشماليه والجنوبيه واحد الجنوبيه اخرى فيها مصيبه كل شيء باغي ياكل جمعه بيضاء كعكاع كل شيء، وهذه ديال العمران ديال كل شيء باغي ياكل المساله ديال جمعه بيضاء، وهذا هو البيت القاصد وعلى كل شيء ديال النهضه والمنزل وعين المكان عقد عين المكان وتتصفيق واحد السته ديال الفصار فهمتي هادو عندنا زعما الملكيه هادشي كامل الدافع ديال خصهم يديروا الكعكة هي في الوسط هذه المساله كاينه وشكرا شكرا الدور السلطه اللي كانت حنا ضغطنا درنا بيان استنكاري في هذه القضيه هذا كان دور ديال التنسيقيه بيان استنكاري وجينا عند الباب وشرحنا له هذا المشكل راه العريس كان الجواب بدا كولي من ا حتى زد كامل بريف شو هذا شكون المشكل هنا حنا كمسغنا ديال الناس اللي زاد كاين ناس باقي لحد الان علاش لان السلطه خاصها عندها الاحصاء في يدها خاصها تخرج براكه فارغه هذه كانت فارغه عندها كلشي مشجع هذه كان فلان كان ساكن هنا ولا بعيد خاصك تزعد واضحة بلا ما تمشي الآن هو خاصو يقوم بالواجب ديالو عندو إحصاء في يدو خاصو يمشي هذا كان أ ولا بي خاصو يزول هذاك البي أش بقى شي مشاكل واش القوة الاقتراحية تشاركة مشا شد علينا الباب القايد شنو غنديرو معاه قال لي أنا بيدي ما تخرجش تبقى تجي لعندي ولا المقر ديالو أنا تيرفض باش نجي لعندي فهمتي كيف هذا شنو غادير التوزيعية يلاه معاك أنت طرح السؤال هذا هو باغي نعاونو وما نعاونوش هو شد عليك الباب القايد شد عليك الباب هذه تتبدل ان الغايه في نفس يعقوب حنا ما عارفينش ان الغايه في نفس يعقوب وفي الباب